هجومات العشرين أوت 55 هي أكبر عملية أعقبت تفجير الثورة في الفاتح نوفمبر 54. هجومات جاءت لفك الحصار على المنطقة الأولى الأوراس وتحطيم أسطورة الجيش الفرنسي الذي لا يقهر. بقيادة زيغود يوسف رفقة كلم الأخضر بن طوبال، عمار بن عودة، علي كافي وآخرين من الذين قدموا الدم من أجل إنقاذ الثورة من الفناء. في منتصف النهار شهدت مدن سكيكدا، الحروش، قسنطينة، عين عبيد، واد زناتي وغيرها عمليات عسكرية غيرت مجريات الثورة. رد فعل الاستعمار كان كالعادة بحملة اعتقالات واسعة ضد مدنيين عزل، وارتكب في حقهم مجازر مروعة كتلك التي حدثت بملعب فيليبفيل، ملعب 20 أوت حاليا بسكيكدا. مجازر سقط فيها 12,000 شهيد، ولكن الاستعمار لم يكن يعلم أن القضية الجزائرية سوف تدخل بعد هذه الأحداث مبنى منهاتن لتطرح على طاولة الأمم المتحدة في دورتها العاشرة في 30 سبتمبر 55. عام واحد من بعد، قادة الثورة عبار رمضان، العربي بن مهيدي، عمر عمران، زيغود يوسف، كريم بالقاسم والأخضر بن طوبال يجتمعون في هذا البيت بقرية إفري أوزلاغن. اجتماع تاريخي سمي بمؤتمر الصمام، هو الآخر منعرج حاسم في تاريخ الثورة الجزائرية. مؤتمر أقر بتوحيد النظام العسكري والسياسي، إقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية وتأسيس لجنة التنسيق والتنفيذ، كما منح الأولوية للداخل على الخارج، وأمد الجبهة بهياكل تنظيمية ملائمة لوضع الكفاح المسلح والسياسي والدبلوماسي. اليوم هي ذكرى فارقة في تاريخ الوطن، إن النصر الأعظم هو ذلك الذي يتطلب ثورة، والأعظم من ذلك أن تكون الثورة من أجل الأرض والشرف.